ازيكم يا دكاترة؟ وعليكم السلام دكتورة. ماشي، هنبدأ بقى نكمل اليورولثريسيس واليورناري اوت فلو اوبستراكشن. اليورولثريسيس دي بعدها اليورناري ستونز، دي كومون كلينيكال بروبلم بتحصل في حوالي 10% من البيبول، وبنلاقيها في 1% of individual at autopsy. الديفينيشن بتاع الكالكولوس، دي كالكولار فورميشن على في اي ليفل من الريوري كولكتنج سيستم، ممكن تبقى في الكيدني، ممكن تبقى في اليوريتر، ممكن تبقى في اليورينري بلادر، ممكن تبقى في اليوريثرا. الموست ارايز في الكيدني، 80% من البيشنت بتبقى يوني لاترال، بتبقى موجودة على البلفس او الكاليسز او في اليورينري بلادر. الميل بيصابوا أكتر من الفيميل، الموست كومون ايج من 20 to 30 years، وفي ناس بيبقى عندهم familial tendency. أنواع الستونز بتاع الرينا بلادر عندنا في 4 أنواع. أول حاجة كالسيوم أوكسالات أو كالسيوم فوسفات، ودي بتحصل في الألكالين يورين ألكالين بي اتش، ودي 80% من حالات الستونز. الكالسيوم اوكسالات او الكالسيوم فوسفيت دي بتحصل، هي بتكون من كالسيوم وعليها اوكسالات، فبتحصل مع الهايبر اوكسالوريا، وكالسيوم فوسفيت طبعا بتحصل مع الهايبر كالسيميا والهايبر كالسيوريا واديوباسيك، في حالات بتبقى اديوباسيك مش معروف لها سبب هايبر كالسيوريا، لما ابزوربت في هايبر كالسيوريا الجسم بيمتص كالسيوم كتير من الجي اي او رينال هايبر كالسيوريا، الكالسيوم بيترسب في الكلى. وكمان الهايبر يوريك زوريا يعني انكريز في اليوريك اسيد، كمان ده بيعمل كالسيوم فوسفيت. 15 ل 20% من الحالات مش معروف ميتابوليك ابنورمالتي، يعني البيشنت ممكن يبقى عنده ما فيش ميتابوليك ابنورمالتي عنده، مع ذلك بيحصل فيه ستون فورميشن. تاني نوع بقى اللي هو الاستروفيت او بيسموها ستاج هورن ستون. استروفيت اللي هي بتكون من 3 مع بعض، مغنيسيوم وامونيوم وفوسفيت، دي بتحصل برضو في الالكالين بي اتش الكالين يورين في 10% من الحالات، ودي دايما بيبقى سببها رينال انفكشن بيوريا سبليتنج بكتيريا زي البروتياس والاستافيلوكوكاي. التالت نوع اللي هي اليوريك اسيد ستون، دي اللي هي ستون اللي هي بتاعت اليوريك اسيد، ودي بتبقى اسوشيتد وذ هايبر يوريسيميا. الهايبر يوريسيميا دول الناس اللي عندهم جاوت، واسوشيتد وذ هايبر يوريكوزوريا، وهايبر يوريكوزوريا يعني انكريز يوريك اسيد في اليورين، او ايديوباسك 50% من اليوريك اسيد ستون بيبقوا ايديوباسك مش معروف السبب، ودول نسبتهم من 6 ل 7% من حالات الستونز، ودي بتحتاج اسيدك بي اتش لليورين، اليورين يبقى اسيدك اقل من 5.5. اخر نوع اللي هو اقلهم برضو في الانسيدنس من 1 ل 2%، ده السيستين ستون، وده بيبقى فيه البيشنت ده بيبقى عنده ديفكت في رينال ترانسبورت اوف سيستين، وده برضو بيحتاج اسيدك بي اتش. طيب الباثوجينيسيس بتاعت الستون دي ازاي الستون دي بتتكون؟ الستون دي بتتكون من سوبر ساتوريشن. سوبر ساتوريشن يعني ايه؟ يعني الكومبوننت بتاعت الستون دي بتبقى كونسنتريتد اكتر من ويحصل لها كريستاليزيشن، يبقى انجليز اليورين كونسنتريشن من الستون كونستيتيوت اكسيد السوليوبيليتي في اليورين. في كل الحالات كل الستونز دي بتبدأ في الأول بنيدس، نيدس يعني نواة، النيدس دي يترسب عليها الميتابوليك سبستنس إذا كان فوسفيت أو أوكسالات أو كالسيوم أو يوريك أسيد أو سيستين او مغنيسيوم الثلاثه مع بعض، بس النيدس دي دايما بتبقى ميوكو بروتين، ميوكو بروتين ماتريكس من ميوكو بروتين. النيدس دي بتتكون 2.5% من الستون. طيب ايه الريسك فاكتورز بتاعت الستون فورميشن؟ يعني ايه اللي يخلي
الشخص يحصل له ستونز فريكوينت. يعني اول حاجه تشينج في اليورين بي اتش زي ما احنا قلنا، الاستروبيت ستون اللي هي الستاك هورن ستون، استروبيت بنسميها ستاك هورن لان احنا نعرف بعد كده ان هي بتاخد شكل رينال بلفس بالفروع بتاعته رينال كاليسس، فتعمل شكل الستاج هورن. ستاج اللي هو الوعل، اللي هو زي قرون الوعل، تاخد زي قرون، بتبقى لارج فيري لارج ستون. دي لازم اليورين يبقى بي اتش، البي اتش بتاعه الكالاين، فبيبقى فيه انفكشن بالبروتياس والسودوموناس، يبقى تشينج في البي اتش. تاني حاجه بريزنس اوف بكتيريا، الانفكشن الرينال تراكت انفكشن دي بتعتبر نيدس، بتكون نيدس للستون فورميشن، يبقى بريزنس اوف بكتيريا. كمان انكريز الكونسنتريشن بتاع اليورين زي ما احنا قلنا، ده زياده اليورين كونسنتريشن. طب اليورين كونسنتريشن بيزيد امتى؟ اما اليورين فوليوم بيقل، ديكريز اليورين فوليوم، حالات الاليجوريا وديكريز اليورين فوليوم دي برضو تزود الستون فورميشن. عشان كده الناس اللي دايما بيبقى عندهم دي هيدريشن بيبقوا دي هيدريتد، اللي ما بيشربوش كمية المية بانتظام المناسبة ليهم، اللي بيعرقوا كتير بيشتغل في الحر وبيعرق كتير قوي، اللي عنده دايريا، اللي عنده فوميتنج سيفير بيرن، كل دول بيبقى فيه لوس في الفلويد في الجسم، فيحصل كونسنتريشن في اليورين، فدول مور سسبتبل لانهم يحصل لهم ستون. يعني غالبا كمان الناس تلاقي بعد رمضان تلاقي شكوات الرينال ستونز بتزيد اكتر، بالذات لو رمضان في الصيف، مع الصيام والديهايدريشن مع الحر بيحصل كونسنتريشن لليورين، فده يعمل ايه؟ يزيد السسبتبلتي بتاعت الستون فورميشن. كمان deficiency of inhibitors في crystal formation في اليورين زي التام هورسفول بروتين. طيب السايد نمبر والسايز المورفولوجي بتاعت الستون دي، الستون دي ممكن تبقى هي الاغلب بتبقى one stone، لكن ممكن تبقى multiple stones، والاغلب ان هي بتبقى small stones. انما ساعات زي اللي انا قلت لها الاستروبيت دي بتبقى ستاك هورن ستون فيري لارج، ده بيبقى فيه بروجريسيف اجريجيشن للسولت اللي هو المغنيسيوم والالومنيوم والفوسفات، تعمل ستون فيلينج كل الرينال بلفس والكاليسيال سيستم، و بتاخد شكل ده شكل الستون في الكيدني. السيرفس بتاعها ممكن يبقى سموث او راجد او رف سيرفس زي دي. ده كيدني واليوريتر والبلادر، دي الستاك هورن ستون فيلم بالاكس راي، واخده نفس شكل البلبس رينال بلبس ورينال كاليسيس. شايفين هنا دي كل دي ستون واحده، دي ستروبيت ستون، شايفين واخدة عاملة زي القالب كده بريسبيتيتد في البلفس وكمان في الرينال كاليسيس، فبتاخد نفس شكل قرون الوعل ستاج هورن. طيب الكورس بتاع الستونز دي ايه اللي بتعمله والكومبليكيشنز بتاعتها؟ اول حاجه اللارج ستونز دي بتبقى اسيمتوماتيك لانها ما بتتحركش من مكانها، صعب انها تتحرك من مكانها، فبتبقى اسيمبتوماتيك. انما السمولر ستونز دي بتنزل في اليوريتر، اما بتنزل في اليوريتر، اليوريتر ده بيبقى ليه سموث وول كده، بيبقى عامل بيعمل سبازم، اول ما يبقى فيه حركه جواه بيعمل سيفير سبازم، والسبازم ده فيري بينفول، يعني بيقولوا ان اصعب يعني في تصنيفات البين من اصعب انواع البين هو رينال كوليك او اليوريتريك، بيبقى اليوريتريك كوليك من السبازم بتاع اليوريتا. وكمان الستونز دي ممكن تعمل اثناء وهي نازله كده او انها وهي بتتحرك في اليوريتر، تعمل انجري لللايننج ميوكوزا فتعمل هيماتوريا، الاقي فيه بقى، بس هنا بقى الهيماتوريا بتبقى فرانك هيماتوريا، انا الاقي جروس بلاد في اليورين، بلاد بيبقى لونه احمر، اليورين بيبقى لونه احمر زي البلاد بالظبط، ومش كاست، مش ار بي سيز كاست. الرينال ستونز بقى كمان هي اخرى ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟
الستون دي هتقفل، ممكن تقفل اليوريتر لو ستون كبيرة شوية وحصل عليها سبازم جامد، تقوم عاملة اوبستراكشن لليورينري سيستم كله. لو وقفت في اليوريتر تعمل اوبستراكشن وتعمل باد بريشر على الكدني. لو وقفت في الاورفيس بين اليوريتر وبين اليورينري بلادر برضه هتعمل هايدرو، حاجة اسمها هايدرو يوريتر وهايدرو نفروزس، تعمل باد بريشر باليورين على اليوريتر، توسع اليوريتر تبقى دايليتد وريجولار، وتعمل باك بريشر على رينال بلفس ورينال كاليسيس تبقى دايليتد، والكيدني كلها تبقى باك اوف فلويد او باك اوف يورين. والباك بريشر ده بيعمل اتروفي وانفلاميشن في الانترستيشيال تيشو، يؤدي في الاخر لاتروفايد كيدني لو اتساب لمده طويله يعني. تاني حاجة الاوبستراكشن ده، قلنا دايما الاوبستراكشن ده مكان مناسب للبكتيريا الاوفر جروس، البكتيريا الانفكشن، يبقى يحصل فيه انفكشن تعمل برضه بايلو نفرايتس اكيوت، وتبقى وتكرر كذا مرة ريكارنت لحد ما تتحول لكرونيك بايلو نفرايتس. كمان بيعمل يورينري تراكت بليدنج زي ما احنا قلنا، بيعمل انجري طول ما هي ماشية في الكورس بتاع اليورينري تراكت، تعمل انجري فتعمل يورينري تراكت بليد. طيب اليورينري اوت فلو اوبستراكشن، يبقى دي الكومبليكيشنز بتاعت الستون. اليورينري اوت فلو اوبستراكشن، الاوبستراكشن بقى بتاع اليورينري سيستم، اليورينري سيستم ايه اهميه الاوبستراكشن؟ احنا قلنا لما بيحصل اوبستراكشن ده بيبقى مكان مهم قوي كمان للستون فورميشن، يعني الستون نفسها بتعمل اوبستراكشن تعمل انفكشن، ولو حصل اوبستراكشن ده برضه يكون ورا الاوبستراكشن ستون ويبقى مكان كويس جدا للانفكشن برضه. لو الستون ده ريليفد، لو الاوبستراكشن ده ريليفد يبقى خلاص الكيدني هترجع نورمال. انما لو فضل الاوبستراكشن بيرمننت على مدار سنين هيعمل هايدرونفروزس زي ما احنا قلنا، او اوبستراكتيف يوروباثي في الاخر يؤدي للرينال اتروفي. في اسباب كتيره للاوبستراكشن ممكن علاجها بالجراحه او بالميديكال. عندنا مثلا الستونز دي في علاجات كتير قوي ليها، الستاك هورن ستون ملهاش حل غير السيرجري، يعني بيعملوا بيفتحوا الكدني وبيشيلوا الستون. كل الستونز التانية الصغيرة ممكن بيتعمل لها براديو، بتاخد الترا ساوند ويبس كده، وممكن تبقى تكسر بالترا ساوند ويبس، او بيتعمل لها سيرجري، او بعض الستونز بتستجيب للميديكال زي اليوريت ستون. اليوريت ستون لو اخد انتي يوريت يوريك اسيد سولفنت ممكن تدوب. في اسباب بقى كتير قوي للرينال تراكت اوبستراكشن هنقول عليها، منها حاجات ممكن علاجها فالحق الكدني ما ياثرش على الكدني. زي ما احنا قلنا ان هي ممكن تحصل على اي ليفل من اليورينال سيستم، من اول اليوريثرا، الاوبستراكشن ممكن يبقى في اليوريثرا، ممكن يبقى في اليورينال بلادر، ممكن يبقى في اليوريتر، ممكن يبقى في الرينال بلبس. الاوبستراكشن ده ممكن يبقى صادن او جراديوال. صادن زي صدد، هنقول اسباب الصدد او جراديوال. ممكن يبقى بارشال اوبستراكشن، يعني بارشال اوبليتريشن لليومن بتاع اليورينا تراك، او كومبليت اوبستراكشن، وممكن يبقى يونيلاترال او باي لاترال، حسب كل حاجه من دي هنعرف الكومبليكيشن بتاعها. طيب ايه الاسباب بقى بتاعت اليورينري اوت فلو اوبستراكشن؟ في اسباب كونجينيتال وفي اسباب اكواير. الكونجينيتال انوماليز زي الاطفال اللي بيتولدوا عندهم ميتال استينوزس، ميتال استينوزس يعني اليوريثرال اوبننج بيبقى في نارو فيري نارو، فده برضه هيعمل اوبستراكشن ويعمل باك بريشر لليورين، هيرجع على كل لحد ما يوصل الكيدني ويعمل هايدرونفروز. يوريثرال ستريكشر، في ناس بتولدوا برضو اطفال بتولدوا عندهم congenital urethral structure، structure في اليوريثرا، posterior urethral valve يبقى في valves في اليوريثرا. كمان في ناس بيبقى في الاوبستراكشن برضو congenital عند اليوريترو بيلفيك جانكشن،
زي ما في ناس بيبقى عندهم congenital vesicular uterine reflux. ال severe vesicular uterine reflux برضه بيعتبروها نوع من ال outflow obstruction. ليه؟ لأن من كتر الreflux لليورين مش هيمنع انه يعمل اوت فلو لليورين اللي نازل من الكتف، فبيعمل نوع من الاوبستراكشن برضه. طبعا اليورين كاليكولاي كلها بتعمل اوبستراكشن. البريشر بقى من اوت سايد، كمان الوول نفسه ممكن يبقى فيه انفلاميشن. انفلاميشن في اليوريثرا بنسميها يوريثرايتس، ممكن تنتهي في الاخر بفايبروزس اوبستراكشن. يوريترايتس في اليوريتر، بروستاتايتس انفلاميشن في البروستات كمان بيعمل انلارجمنت في البروستات وبيقفل اليوريثرا البروستاتيك يوريثرا. ريتروبروتونيال فايبروزس، ده ريتروبروتونيال فايبروزس ده اوتو اميون ديزيز بيحصل فيه فايبروزس في الريتروبروتونيوم، والفايبروزس ده كمان بيحصل فيه انفلتريشن لليوريثر نفسه فيعمل اوبستراكشن لليوريثر. في اسباب بقى تبقى من الخارجيه من بره الوول بتاع اليورينري تراك، زي البناين بروستاتيك هايبر بليزي، الاولد ايج السنايل، كل فوق الناس اللي كل سن فوق 60 سنه بيبدا يبقى عندهم بناين بروستاتيك هايبر بليزيا، تعمل بريشر على البروستاتيك يوريثرا فتعمل بارشل اوبستراكشن، لحد لو فيري هيوج بقى تعمل كومبليت اوبستراكشن. تيومرز، اي تيومر في البروستات، كارسينوما في البلاستيك، في البلادر وول تيومر، ريتروبورتونيال تيومر وعامله بريشر على اليوريتر، او التيومرز بتاعه السيرفكس في الفيميلز بالذات، بتاعه اليوترس والسيرفكس، بتاعه اليوترس والسيرفكس دي بتعمل دايركت انفيجن، اما تعمل دايركت انفيجن لليورينال بلادر او دايركت انفيجن لليوريتر، او بتعمل بريشر كمان بالتيومر على اليورينري سيست. كمان البريجننسي قلنا اللي هو الجرافيت يوترس، برضه بتبقى اللارج يوترس برضه بيعمل بريشر على اليوريتر. اليوتراين برولابس والسيستوسيل نفس الفكره، اليوتراين برولابس برضه والسيستوسيل بتعمل بريشر على البلادر، على البلادر. السلافت بابيلي والبلاد كلوتس، يعني كل اسباب البلاد كلوت اللي احنا قلناها او بابيلي في الوول بتاعه اسلافت دي ممكن تقفل المجرى الاوت فلو بتاع اليورينري. في بقى اسباب فانكشنال يعني ايه؟ يعني يحصل سباز او نيوروجينيك بلادر زي في الدايابيتس، او سباينال كورد دامج ده برضو زي في الهيموبليجي، دي كلها بتعمل نيوروجينيك بلادر. ان البلادر نفسها فانكشنال تبقى فيها سبازم او ما بتشتغلش زي النورم. على الكورس بقى بتاع اليورينري تراكت ممكن نقسم الاسباب حسب المكان، يعني اليوريثرا اشهر حاجه، الكونجينيتال استينوزس والفالف والستركشر، ممكن بصير فالف ستركشر والتيومرز بتاعت اليوريثرا ودي فيري. البلادر لو في كاليكولاي في البلاتر، في تيومرز، في فانكشنال نيوروجينيك بلاتر. هنا عند الاورفيس هنا اهم سبب الفازايكو اليوتريك ريفلوكس. على اليوريتر في اسباب انترنسك في الوول بتاع اليوريتر نفسه، زي او في اليومن، زي الكاليكولاي، تيومر، بلاد كلوتس، سلافت بابيلي، انفلاميشن، او بريشر من الاوتسايد زي البريجنانسي والتيومرز والريتروبروتونيال فايبروز. الرينال بلفس في كاليكولاي والتيومرز واليوريترو بلفيك ستريكشر. طيب ايه الهايدرونفروزس؟ اهم كومبليكيشن بقى للاوبستراكشن ده او الاوت فلو اوبستراكشن هو الهايدرونفروز. احنا قلنا الهايدرونفروز ده دايليتيشن للرينال بلفس والكاليسس بي يورين او بي فلويد، بنسميها باج اوف فلويد. بيبقى في الكدني كلها بتتحول ل مالتيبل سيست او مالتيبل لوكيولز كده مالتيبل، واخده نفس شكل دايليتد بلفس ودايليتد كاليسس،
السيستس دي كونكتنج مع بعض فاتحه على رينال بلفس، عشان نفرق بينها وبين السيستس بتاعه البوليسيستيك كيدني ديزيز. ماشي، وبتبقى مليانه يورين، وبتؤدي في الاخر البريشر ده باليورين ده بيعمل اتروفي للرينال برينكيما، المظله والكورتكس بتاعه الكيدني تبقى اتروفاي. لو الهيدرونفروز ده بايلاترال، الهيدرونفروز ده امتى يبقى بايلاترال؟ لو الاوبستراكشن ده من تحت اليوريتر، يعني من على مستوى اليورينا بلادر او اليوريثرا، القفله من تحت خالص، فالناحيتين كلهم هيبقوا ايه؟ هيبقى فيهم باك بريشر. انما لو القفله من فوق اليوريتر، يعني من اليوريتر او الرينال بلفس، هتبقى يونيلاترال. المورفولوجي جروس، بيبقى فيه سلايد او ماسف انلارجمنت في الكيدني. في الاول بيبقى فيه فيتشرز بتاعت سيمبل دايليتيشن البلبس والكاليسز، ويبقى فيه فاريبل انترستيشال انفلاميشن. في كرونيك كيسز زي ما احنا قلنا هيحصل تيوبولار اتروفي، كورتيكال تيوبولار اتروفي، وديفيوز انترستيشال فايبروز. ادفانسد كيسز بقى في الاند ستيج هتتحول لسيم وولد سيستيك ستراكشر من 15 ل 20 سنتي، وفيها اتروفي وسيننج للكورتكس زي الصوره دي. شايفين هنا البلبس اليوريتر نفسه دايليتد، وبعدين البلبس فيري دايليتد، وبعدين الكاليسز كمان دايليتد، وبدات الرينال بارينكما تبقى فيري سين. بعد كده بقى في الاخر في الاند ستيج كل الرينال بارينكما دي تبقى اتروفايد، وتبقى الكيدني عباره عن فيري سين لاير كده، وتبقى كلها باك اوف يورين الكيدني. الكلينيكال فيتشر بقى حسب السبب، وحسب اذا كانت يونيلاترال ولا بايلاترال، وحسب هل هي اكيوت ولا كرونيك اوبستراكشن، يعني صادن اوبستراكشن ولا جراديوال اوبستراكشن. لو صادن اوبستراكشن زي بسبب ستون مثلا فجأة جت اتحركت من مكانها وقفلت اليورتر كومبليت، هتعمل بين اكيوت بين اللي هو رينال بين. لو قفلت اليورتر على ناحيه واحده يونيلاترال بتعمل اوبستراكشن يونيلاترال كومبليت او بارشال، الاوبستراكشن ممكن يبقى سايلنت. انما لو كومبليت ده لو بارشال اوبستراكشن، بارشال ويونيلاترال ده ممكن يبقى سايلنت، بس هيحصل باك بريشر على مدار ايام وسنين طويله. البيشنت ممكن يجي فجاه بكومبليكيشن اللي هي بعد ما بقى عنده هيدرونفروز، يكتشف فجاه ان في ماس في الابدومين في اللوين، والماس دي تتعمل لها الترا ساوند تبان ان هي لوكيولز مليانه فلويد، وبعد كده ممكن ياثر بقى على الرينال فانكشن بتاعته ويخش في، يبقى جاي في النهايه يعني. اللي بتدي بين دي احسن على فكره، لان بتخلي ايرلي تريتمنت. لو بايلاترال بارشل اوبستراكشن، بايلاترال وبارشل يعني معنى كده ان مفيش كومبليت اوبستراكشن، معنى كده ان الاوت فلو بيعدي بس بكميه قليله، فده يحصل يبقى سسبتبل لاكيوميليشن لليورين، فيبقى فيه انفكشن، فده يعمل لنا فيتشر بتاعت تيوبيلو انترستيشن نفرايتس. تيوبيلو انترستيشن نفرايتس لاما كرونيك او اكيوت، وبعدين بعد كده لو ريكرنت يبقى كرونيك. لو بايلاترال وكومبليت بقى، بايلاترال اوبستراكشن، اوبستراكشن على الناحيتين او اوبستراكشن من تحت اليوريتر وكومبليت وقافل تماما، ده مفيش فلو خالص، ده بيعمل اكيوت رينال فيلي، ده انيوري يبقى بيعمل اكيوت رينال فيلي. ماشي، فهمتوا دكاترة؟ فاهمين كده؟ أي سؤال؟ دكتورة بدي أسأل، هلا السايستين مش هو بيجي من التيرن اوفر في ار بي سيز؟ الإيه بتقولي إيه؟ سؤال إيه؟ السؤال السايستين اللي حكينا عنه، مش حكينا فيه سيستين؟ مش هو بيجي من التيرن اوفر في ار بي سيز؟
يعني شخص إذا كان عنده أنيميا مثلا أو ثلاسيميا ممكن يصير عنده السايستين السم؟ لا، السيستين ده مش، ثانية واحدة، السيستين ده مش بتاع الهيموسيستين، ده اللي بيجي من الار بي سيز، تكسير الار بي سيز، وده بيعمل جول بلادر ستونز، بيعمل البلاد ستونز او بيسموها البلاك ستونز بتاعت او الهيموجلوبين ستينز، دي في الجول بلادر اللي هو الهيموسيستين. انما السيستين ده نوع من الامينو اسيد، نوع من البروتين، يعني مو نفس بروتين الكلام. المفروض يبقى ري ابزورب التاني بالكدني. فهنا في الحاله دي بيبقى فيه ابنورمال فانكشن في الكدني، ما بتعملش ري ابزوربشن للسيستين. السيستين ده دكتور امينو اسيد، يعني دكتور هم في المشكلة جيناتك يعني ولا أكوايرد؟ اه بيبقى جينيتك ايرور، تمام. فانكشنال ايرور. ماشي. اللي بعد كده انا هسيبكم دلوقتي علشان نسجل المحاضرة دي، وبعدين هندخل تاني على طول 10 دقايق نسجل المحاضرة دي وندخل تاني ناخد اللاب. ماشي يا دكاترة، السلام عليكم.